مش بس شكل الهرم ولا طوله ولا حجمه اللي محير الناس كده ومخليهم عايزين يعرفوا أسراره، حاجات تانية كتير لازم تعرفوها عشان تحتاروا معاهم. مثلا الحجر الواحد في الهرم وزنه من 2 ل15 طن، وعدد أحجار الهرم حوالي 2,600,000 حجر. سيبنا من كل ده، ارتفاع الهرم 149.4، ناطحة سحاب يعني حوالي 48 دور. الأخطر بقى وزن الحجر الجرانيتي اللي في سقف حجر الدفن الملك لوحدها 70 طن، وللعلم هما 5 أسقف فوق بعض، كل سقف معمول من حجر واحد وزنه 70 طن. الأعجب بقى ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. يمكن صدفة. طيب الهرم في النص بين قارات العالم، وممر الدخول للهرم بيشير للنجم القطب الشمالي، والدهليز بيشير لنجم الشعرى اليمنية. صدفة برضو. طيب الهرم الكبير موجود بالظبط تحت أكبر نجم في السماء.